اخر حاجة عندنا في المنهج خالص، بسم الله، دي اخر رسمة خالص. عندنا حاجة اسمها ايه، ممكن نعملها كلها حتى في صفحة واحدة، Drive Aggregate Demand Curve، هنسميه AD. ال Aggregate Demand جاي من كلمة ال Demand أو الطلب. دايما لما أقول لك الطلب على حاجة يبقى احنا بنشوف حاجة لها علاقة بالسعر، ده معنى كلمة Demand دايما. فبالتالي ال Aggregate Demand أنا عايز أشوف العلاقة ما بين الإنتاج أو الكمية المطلوبة يعني على مستوى البلد كلها بقى، ال Demand for Goods يعني and Services، وال Price Level اللي هو مستوى الأسعار في البلد. قبل ما أرسم ونعمل قصص كتيرة لازم تفهم حاجة، ما ينطبق على شخص ينطبق على 100 مليون شخص. يعني على مستوى فرد واحد احنا قلنا كل ما السعر هيزيد انت هتشتري كمية أقل، طب على مستوى 100 مليون بني آدم، كل ما الأسعار في البلد تزيد، كل ما التضخم يزيد، كل ما كل حاجة تكون غالية، أكيد الشعب ده بقى يشتري كميات سلع أقل، فإذا ما فرقتش. يعني أنت فاكر الديماند اللي أنت أخدته في المايكرو؟ ها احنا قلنا الديماند ماله؟ نيجاتيف سلوب، سالب الميل، كل ما السعر بتاع المنتج بيزيد انت بتشتري كمية أقل. طب ما كل ما الأسعار في البلد كلها بتزيد، طب يعني الطلب بتاع الأفراد كل ماله؟ يقل. بس أنا بقى نتكلم بقى على أفراد وشركات وحكومات وقصص كتيرة، بس هي هتبقى الفكرة إيه؟ واحدة. طب عشان تو درايف الاجريجيت ديماند، الاجريجيت ديماند هو ماله؟ ها انا عايز اجيب ريليشن، انا عايز ريليشن بين برايس ليفل اند اوتبوت ديماند. في الاول هنعمل ثلاث رسومات كده عشان دي نعرف دايما درايف معناه اشتقاق، واشتقاق ده معناه اللي احنا يعني رسمة يطلع منها رسمة تانية. فعندنا ثلاث رسومات، أول رسمة عندنا الماني ماركت، ادي ماني وادي انترست وادي ماني سبلاي وادي ماني ديماند، وده توازن مثلا. فتخيل مثلا التوازن ده عند مثلا ايه 5% فايدة. الرسمة التانية هي علاقة الـ investment بالـ interest، أدي investment وأدي interest، فده كان علاقة الـ investment بالـ interest علاقة عكسية. يعني مثلا تخيل إن عند 5% كان مثلا الاستثمار 100 جنيه. الرسمة الثالثة هي الإيكوليبريم في الجودز ماركت، ده بنسميه الجودز ماركت. ايه الجودز ماركت؟ ادي واي وادي اي اي اللي هو الاجريجيت اكسبنديتشر، ادي خط 45 وادي اجريجيت اكسبنديتشر 1، نسميها مثلا خلينا نسميهم كلهم ايه، اي مثلا. نتخيل ان ساعتها الانتاج مثلا كان نقول اي رقم يعني 500، يبقى احنا في حالة توازن مبدئي. ايه اللي حصل؟ ها الفايدة 5%، الاستثمار 100 والانتاج 500، يبقى ده الانتاج هنسميه A1 عند فايدة كام؟ 5%. حلو كده؟ تعالى نمشي كده نشوف ايه اللي حصل بقى. if ال price level z ال price level، تعالى نمشي من هنا. ال price level ده shift money supply ولا money demand؟ قلنا money supply ما عملوش shift غير central bank. امال ال price level ده بي shift مين؟ ال money demand. قلنا كل ما الاسعار هتزيد الناس هتشيل معاها كاش اكتر عشان تعرف تواجه الغلاء، فبالتالي لما البرايس ليفل هيزيد الماي ديماند دول شيفت رايت ماني ديماند 2، فالفايدة مثلا هتروح للنقطة دي بي، نخلي مثلا الفايدة 8%،
يبقى لما الأسعار هتزيد الفايدة مالها هتزيد، يبقى الفايدة هتزيد هنا هتبقى 8%. لما الفايدة تزيد الاستثمار ماله يقل، خليه مثلا 50. لما الفايدة تزيد الاستثمار يقل. طب لما الاستثمار يقل نتوقع ان الانتاج او الانفاق الكلي يحصل له ايه؟ ها الانفاق الكلي والشيفت داون. طب لما يشفت داون ايه اللي حصل للانتاج بقى؟ ما هو الاستثمار اكيد مكون من مكونات الانتاج، فالانتاج ماله يقل برضه، خليه مثلا 300. يبقى ايه اللي حصل؟ الاسعار زادت، الفايدة زادت، فالاستثمار قل، فالانتاج ماله قل. يبقى اذا لما برايس ليفل زاد احنا استنتجنا في الاخر ها ان الواي مالها قلت. يبقى كده في علاقة بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. ده اللي احنا بنسميه الاجريجيت ديماند. ان انا لو حبيت ارسم رسمة تلخص كل الرسومات دي، حطيت هنا الواي وهنا البي، فارسم كده الايه، ها ارسم خط داونورد او كيرف داونورد، ده هيبقى مين؟ الاجريجيت ديماند. يبقى الاجريجيت ديماند ماله؟ شو نيجاتيف ريليشن ما بين مين؟ ما بين البرايس ليفل اند اوتبوت. واحنا عندنا ها تو لينكس، واي اجريجيت ديماند نيجاتيف سلوب. يعني في سببين ليه الاجريجيت ديماند بيتحسب سالب الميل. اول سبب بنسميه الكونسامشن لينك، اللي هو سبب الاستهلاك، ان كل ما البرايس ليفل هيزيد كل ما الاسعار هتزيد، كل ما الكونسامشن ماله يقل، فكل ما الكونسامشن يقل كل ما الاوتبوت او الانتاج ماله يقل. يبقى كده برضو في علاقة عكسية. السبب التاني اللي احنا رسمينه فوق ده، ده بنسميه investment link. اللي هو ايه؟ تأثير الأسعار على الاستثمار. يعني الأسعار بتأثر في حاجتين، التضخم هو كلمة الأسعار دي، التضخم بيأثر في مين؟ ها التضخم بيأثر في الاستثمار وفي الاستهلاك. احنا قلنا هنا ايه تأثير التضخم على الاستهلاك، ده واضح جدا. طب تأثير التضخم على الاستثمار ان كل ما البرايس ليفل هيزيد كل ما الفايدة هتزيد، فبالتالي الاستثمار يقل، فبالتالي الانتاج ماله يقل. يبقى اذا ها في كل الحالات سواء عن طريق الكونسومشن لينك او الانفستمنت لينك، ها وي كان اندرستاند ان احنا وي هاف ا نيجاتيف ريليشن بتوين مين اند مين، بتوين برايس ليفل اند انترست ريت. اخر حاجه هنعملها هنرسم هنا، هنا الايه البرايس ليفل ده شيء موجود على الرسمه. يعني مثلا هنا وانا قلت لك ان هنا P1 هيبقى Y1، يعني مثلا مستوى اسعار P1 مستوى انتاج Y. هنا مثلا الاسعار زادت بقت P2، الانتاج قل بقى Y2. يبقى لما الاسعار هتزيد الانتاج ماله هيقل عشان السببين دول. وايه اللي حصل؟ رحنا من نقطة A لنقطة B، يبقى احنا كده اتحركنا من A من نقطة لنقطة تانية على نفس الجراف. فبالتالي ممكن نستنتج ان دي بقى مايكرو بقى، ان change in price level cause movement along aggregate demand. Change in price level cause movement along aggregate demand. امال ايه اللي بيعمل شيفت؟ خلاص هانت اخر حاجه في المنهج اهو. فاحنا هنعمل هنا ايه؟ shifts in aggregate demand. اللي بيعمل shifts هي الايه؟ هي الـ government policies، السياسات الحكوميه. فبالتالي احنا عندنا قلنا سياستين، يا اما expansion يا اما contraction. اي expansion policy will shift the aggregate demand right. يعني ايه؟ يعني expansion fiscal policy or expansion monetary policy، سياسة مالية توسعية أو سياسة نقدية توسعية، will make y increase at
same price. يعني احنا مثلا عندنا اهو ادي ال y وادي ال price level وادي ال aggregate demand. مثلا عند price P1 كان الانتاج Y1. طب افرض الحكومة عملت سياسة مالية توسعية أو سياسة نقدية أو whatever توسعية، فخلت الإنتاج يزيد يبقى Y2 بس الأسعار زي ما هي، فساعتها الأجل الديماند ماله والشيفت إيه رايت. طبعا حد يقول لي طب ما مش المفروض لما الحكومة تزود الماني سبلاي الأسعار تزيد تاني والقصص دي؟ أقول لك والله هي كانت عليك، يعني كان في شابتر تاني بس اتلغى، فاحنا كده بناخد بس نص المعلومة. أوكي، ربطها كده في زمن الكورونا يعني. فاحنا ليه بس ان ايه لما يحصل expansion policy سواء expansion fiscal او expansion monetary policy aggregate demand will shift right. تمام، يبقى نكتب كده ايه aggregate demand shift right. والعكس لو حصل contraction fiscal policy or monetary policy، لو عملنا سياسة ها انكماشية سواء fiscal أو monetary policy، ها aggregate demand will shift ايه left. ادي y p aggregate demand 1 وده aggregate demand 2. اوكي، طبعا تأثير الشفتات ده المفروض ان احنا يعني كنا ناخد شابتر تاني يتكلم عليه، فاحنا لو حد عايز يبص يعني احنا خلاص ايه توقفنا لحد هذا الشابتر. يعني المفروض كان في شابتر 28 بناخده بس انا مش هناخده السنة دي يعني. طب بكده انتهى المنهج، و انا المفروض كان في فيديوز يعني نزلتها للدكتور شيرين يعني اللي هي حل اسئلة اللي هي كانت معمولة في الاونلاين ليكتشرز، ف you have to check الفيديوز دي يعني اكيد فيها حاجات مهمة. برضو احنا قلنا في بارت 3 ريفيجن بكره ان شاء الله يكون موجود. ايه تاني؟ الترايل اكزام يعني برضو ممكن نشوف، يعني لو حد كان عنده مشكله فيه ممكن اقول لكم الاسئله، يعني لو حد عنده مشكله I will solve it for you. ان شاء الله خير يعني، ما تقلقوش. اعتقد ان مش هدفنا خالص يعني ان انتوا تسقطوا او اي حاجه من الحاجات دي، بالعكس احنا عايزين بس نعلمكم حاجه من الفيديوهات دي وده اللي احنا بنحاول نعمله. فارجو ان انت تخرج بره فكره انا عايز اخد كلمه وانجح بيها، لان خلاص الموضوع مبقاش مستاهل يعني. الفكره ان انت تتعلم حاجه، اتفرج على الفيديوهات تتعلم منها حاجه، واعتقد يعني الامتحانات مش هي دلوقتي المعيار يعني، هي مجرد نجاح واسقوط. ربنا يوفقكم ان شاء الله وكلكم تنجحوا وكلكم تبقوا باص ان شاء الله، بس فكرة ان انت يعني تسمع يمكن تستفيد حاجة منها بنقول. طيب ربنا معاكم، كان ترم غريب يعني عكس ما كلنا توقعنا خالص، ومش عارف اقول لكم enjoy your vacation ازاي، بس يعني استمتعوا بأي حاجة ان شاء الله يعني البلد موضوع يتفك، وأشوفكم إن شاء الله في سنة تانية إن شاء الله في ظروف أحسن من كده. ففي الموني أند باكينج بقى في سنة تانية هتلاقوني موجود معاكم فيها، ولو احتجتوا حاجة طبعا أنا قبل الامتحان بيوم كده أو يومين هحاول أكون معاكم أونلاين لو في أي حاجة يعني. وذاكروا وربنا يحميكم.